أستاذ أحمد، أخد بقى الرأي القانوني. في مقترحات كتير متقدمة، سواء بقى بتغيير سن الحضانة أو بالرؤية والاستضافة وحاجات كتير. الرجل الأرمل، إيه المقترحات اللي حضرتك شايفها إن هي برضو ولا ضرر ولا ضرار بالنسبة للطفل؟ لأن إحنا يمكن بنقول في الأول والأخير إيه أهم حاجة عندنا؟ مين هو الصغير؟ طبعا، بس عايزين نوضح الأول الوضع الحالي. القانون 25 لسنة 20 في المادة 20، وهي كلها 20، في 2020 هيحصل. هي اللي بتنظم الحضانة والرؤية وخلافه. تعاملت مع الأرمل أو الأرملة بوضع واحد، يعني مفيش خلاف بينهم وبين المطلقين. وده كان طبعا مفهوم كان يعني محتاج ان هو يتعدل بعد ممارسة التطبيق السنوات العديدة اللي فاتت. ففي بعض المقترحات اللي اتقدمت، وهي كالتالي: الدكتور محمد فؤاد عن حزب الوفد تقدم بمشروع قانون كامل، ولكن ده مشروع كامل من ألف للياء بخصوص الأحوال الشخصية. في النائبة عبلة الهواري تقدمت أيضا بمشروع قانون كامل في المجلس، ومؤخرا الدكتور سمير كان مقدم برضه مقترح بقانون واتوافق عليه بشكل مبدئي من لجنة المقترحات والشكاوي، وأحيل للجنة التشريعية والدستورية. أصبح الوضع الحالي دلوقتي إن في ثلاث مشاريع قوانين، اتنين كاملين ومقترح بمادة الدكتور سمير كان بيشرحها دلوقتي، موجودين حاليا كلهم في لجنة تشريعية ولجنة الشؤون الدينية في انتظار البت فيهم. مش شايف ان هيبقى فيه استجابه للمطالب دي؟ في طبعا استجابه، لانه لا يعني هيتوافق عليه المقترح ده ولا لا؟ لا، المقترح بنفسه كمقترح لا اعلم ذلك جيدا، ولكن مثلا يعني كاحد المشاركين في القانون اللي مقدم من الدكتور محمد فؤاد باسم حزب الوفد في الحوارات المجتمعيه مع المواطنين ومع النواب، ملف الأرمل لقى قبول أو إجماع، شبه إجماع من معظم النواب على الأمر. ولذلك إحنا حتى في المقترح اللي اتقدم ذكرنا في المادة 59 في إيه؟ في حال وفاة أحد الطرفين ينتقل الحضانة للطرف الآخر مباشرة. ومن هنا احنا استثنينا الأرمل من أي مواقف قانونية تانية. بصراحة هو المفروض يعني لأن اتنين مثلا بيبقوا متجوزين وانفصلوا أو اتطلقوا بيبقى في بينهم مشاكل، فما ينفعش ان يتساوى اتنين متجوزين بواحد فقط زوجته. بالظبط، هو ده اللي تم مراعاته. كمل عليه. بالظبط، ده اللي تم مراعاته. في بشبهه ببيت سقفه اتدمر، يبقى احنا الاحسن نعيد بناء السقف ولا ندمر البيت خالص؟ القانون الحالي يقول لك لا، ندمر البيت خالص والناس تتشرد، الزوج يتشرد والاطفال يتشرد. ده قصور. الكلام ده بيتعارض مع الدستور المصري. في المجلس اغلبيه النواب في المجلس اتفقوا على حل الأزمة دي ومتفقين عليها أن الأرمل يكون له بند خاص، وبالفعل ده اللي تقدم بيه النائب محمد. طيب يمكن كنت